أهلا بكم. نفى الرئيس التونسي قيس سعيد من مقر وزارة الداخلية ما كشفت عنه جبهة الخلاص الوطني من توجه لحل عدد من الأحزاب وملاحقة قياداتها. وكان رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي قد كشف عن مساع لما وصفها بسلطة الأمر الواقع ترمي إلى حل الأحزاب. لم يتأخر الرئيس سعيد كثيرا في الرد على ما تحدثت عنه جبهة الخلاص الوطني المعارضة من مساع لحل الأحزاب واعتقال قادتها. من وزارة الداخلية مرة أخرى وفي ساعة متأخرة من الليل نفى سعيد تلك المعلومات قائلا إنه لا نوايا لديه لاعتقال الناس بسبب أفكارهم. نطمن التونسيين أننا فما دولة وثم قوات مسلحة عسكرية وأمنية وقادرة على المواجهة وقادرة على إحباط كل هذه العمليات. قالوا باش يشدهم، وكان باش يشدهم لوش قلب باش نشدهم ولا شد فيهم مكة أحرار، ولكن تقول تبث في أخبار زائفة. لا تبدو تطمينات الرئيس مقنعة لمعارضيه. برأيهم فإن الإقامات الجبرية التي فرضت على عدد من السياسيين واستدعاء نواب البرلمان للمثول أمام القضاء تحت طائلة قانون الإرهاب لا يمكن تجاهلها في تفحص علاقة الرئيس بالنخبة السياسية بعد 25 من يوليو، داعين إلى تجنب أي تطور قد يدفع بالبلاد إلى مربع العنف. احنا نتمناو انه يوم 8 ماي ما تحصلش تجاوزات بالخطوره اللي تهدد السلم الاهلي في البلاد، ولكن اذا حصل شيء من هذا فانه رئيس الجمهوريه والسلطه القائمه الان هي وحدها اللي تتحمل المسؤوليه السياسيه والاخلاقيه والقانونيه اللي ممكن تنجر عن كل التجاوزات اللي تحصل. الاحزاب الداعمه للرئيس سعيد لا ترى سيناريو حل الاحزاب واقعيا في ظل غياب توجه رسمي لذلك، لكنها ترفض مبدئيا أي مسعى لحل الأحزاب من دون موجب قانوني. من حيث المبدأ طبعا لا يمكن أن نتحدث عن عملية سياسية دون أحزاب سياسية. الأحزاب السياسية هي الفاعل السياسي الحقيقي. صحيح يجب أن نضع في اعتبارنا المنظمات الوطنية، المجتمع المدني. علاقة الرئيس سعيد بالمنظومة الحزبية في البلاد ليست في أفضل حالاتها، فمشروعه السياسي يتصادم مع وجودها في المشهد بصفتها مكونا فاعلا فيه. يقول الرئيس أنه لا توجد نوايا لتنفيذ اعتقالات بحق السياسيين، ويقول معارضوه أن هذا الكلام تنسفه ممارسات ما يسمونها بسلطة الأمر الواقع القائمة منذ 25 من يوليو. وبين الموقفين تتواصل حالة التعطل السياسي من دون أفق لأي حوار حقيقي. علي الجسمي، العربي، تونس. هذا ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل كبرى المنظمات النقابية في تونس إلى حوار حقيقي ومباشر لا قرارات مسبقة فيه، وذلك بعد تصريحات للرئيس التونسي قال فيها إنه سيدعو القوى الداعمة لما سماه مسار التصحيح إلى حوار. كما جدد المكتب التنفيذي للاتحاد رفض أي حوار شكلي مشروط وغير ذي جدوى يهمش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة. وشددت المنظمة النقابية على الاتفاق على أهداف هذا الحوار وإطاره والأطراف المشاركة فيه قبل إصدار أي أمر رئاسي في الغرض. من جهة أخرى أكد الاتحاد رفضه أي مغامرة تستهدف وحدة البلاد بإنشاء كيانات موازية غريبة، قال إنها ستزيد من تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم. أعلنت حركة النهضة التونسية تقديم شكوى قضائية ضد أصحاب التدوينات والتصريحات التي تحرض على استعمال السلاح والقتل والعنف والحرق ضد الحزب وضد قياداته وأنصاره. وحملت الحركة في بيان لها هؤلاء المسؤولية الجزائية الكاملة عما قد ينتج عن ذلك من أعمال عنف. كما طالبت السلطات المعنية بتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، لا سيما وأنه قد سبق وأن استعملت هذه الوسائل نفسها التي وصفتها النهضة بالإجرامية في مناسبات سابقة، ومنها 25 من يوليو الماضي. عبر سكايب من تونس ينضم إلينا خليل الزاوية، رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. أرحب بك معنا دكتور زاوية. أبدأ معك بسؤال حول 8 مايو، هذا التاريخ الذي كان يعني يفترض أن يخرج فيه أنصار سعيد من أجل ربما دعمه أو أعطائه تفويضا لمزيد من الإجراءات، لكن بالأمس كشف أحمد نجيب الشابي أنه
يراد أن يكون تهيئة لمشروع حل الأحزاب وملاحقة القيادات السياسية. سعيد ينفي. طيب 8 من مايو لن يحدث في الهمرة، هل يمكن أن يحدث في 9 من مايو؟ لأن سعيد نفى أمورا سابقا ثم قام بها في اليوم التالي. شكرا على الاستضافة. أنا أعتقد أنه مشروع رئيس قيس سعيد لا يمكن أن يحدث في الواقع بدون أخذ إجراءات تشمل الحريات بصفة عامة. إن المشهد السياسي كل الأطراف السياسية سواء كانت الحزبية أو المجتمعية لا ترغب في النظام القاعدي ولا في الدستور ولا في التمشي الأحادي الذي ينتهجه الرئيس قيس سعيد، وبالتالي لإنجاح هذا البرنامج لا بد من إجراءات قمعية، وأعتقد أنها هذه الإجراءات القمعية سوف تأتي لا محالة في الأيام القادمة، يمكن ليس يوم 8 ماي، لكن أعتقد أنه الرئيس ينوي أن يذهب إلى استفتاء بحملة انتخابية أحادية لدعم مقترحاته بدون أي معارض. يعني تتوقع أن يؤجل سعيد مشروع مثل حل الأحزاب ووضع قيادات السياسية في الإقامة الجبرية وربما ملاحقتهم قانونيا إلى غاية 25 من يوليو، كما ينوي يعني أن يتزامن ذلك مع الاستفتاء ويعتبره تفويضا نهائيا بالقيام بكل إجراءاته دفعة واحدة؟ فيه إمكانية كبرى تعيش تونس الفترة القادمة ضرب منهج للحريات وللمنظومة الحزبية والمنظومة السياسية التي عشتها فترة 10 سنوات الأخيرة. يعني مكسب الحرية الذي حققناه بالثورة ومهدد الآن للتراجع ولغلق أي باب للنقاش العلني أو لمعارضة أي المشاريع التي تقوم بقصر قرطاج. طيب أكيد شاهدت سعيد يتحدث بالأمس من الداخلية، قال لم أقبض عليهم، لم أمنعهم من التعبير، قال كثير من الكلام ضد المعارضين الذين اتهمهم بأنهم يستيقظون في الصباح ليكيلوا له التهم وهو لم يفعل شيئا. كيف تعلق على مثل هذا التصريح والحال أن الرجل يتنصل من التهم كما يقول التي تكله؟ يعني هو قبل ذلك تفعل، عشنا المنع من السفر بدون مبرر، ومنع من السفر شمل السياسيين وحتى رجال الأعمال والذين لهم مسؤوليات في الدولة سابقا، ثم عشنا الإقامات الجبرية فات المسؤولين السياسيين ووضعهم في إقامة جبرية بدون حزب قانوني وعشناها، إيقافات في السجن بس ما جرى للعبد الرزاق الكيلاني، ثم وقع التراجع. يعني هناك عملية جس نبض عشناها لجس نبض المعارضة وقدرتها على ردة الفعل إزاء هذه الإجراءات التي تخص بالحريات بصفة عامة. ويوم 8 مايو سوف يكون موعد مهم، لأنه إذا تمكن الرئيس حشد أنصاف بشكل كبير فهو سوف ينطلق في عملية معناها دهس الحريات في دعوة أن الشعب يريد والشعب أعطاني تفويض القيام بما أريد، وإذا لم يتمكن ذلك فهو سوف يجد نفسه في صعوبات لإنجاح مساره الأحادي، وبالخصوص أن الكبرى المنظمات المجتمعية الاتحاد العام التونسي للشغل رفض المشاركة في هذا الحوار أو في أي نقاش أحادي بتفاعل إيجابي معه ومع المجتمع السياسي. طيب ففي هذه الحالة نعم، في تمرير مشروعه يجب عليه أن يمنع نعم كل المعارضة من التعبير عن موقفها، والحملة الانتخابية طيب فيما يخص الإفتاء لا يمكن أن تكون بمعارضة قوية. نحن اليوم في 6 مايو ونتحدث عن 25
من يوليو كأجل أقصى للاستفتاء أو يعني مجمل هذه الإجراءات التي تتحدث عنها، في 22 يوما، ما الذي يمكن أن تفعله المعارضة وحضرتك أحد قيادات هذه المعارضة، جبهة الخلاص أيضا، مواطنون ضد الانقلاب؟ اليوم يبدو أن يعني أنكم تقتربون أكثر من بعضكم البعض، لكن ما العمل عمليا؟ يجب أن أولا أن نتصدى لكل المشاريع التي تمس من الحريات وتمس من جوهر الدستور 2014 الذي يضمن الحريات والحقوق ويضمن تأسيس دولة ديمقراطية مع فصل السلطات ومع مؤسسات مراقبة ومنتخبة من الشعب. وكذلك في نفس الوقت مد اليد إلى المجتمع المدني وخصوص المنظمة النقابية لأجل فرض الحوار الوطني وعدم إقصاء رئيس الجمهورية. نحن نرفض التمشي الإقصائي الذي نعيشه سواء كان من رئيس الجمهورية أو من جبهة الخلاص. هذه الثنائية يجب أن نتجاوزها، الحوار يجب أن يشمل كل الفرقاء بدون استثناء بدون إقصاء. نعمل من أجل هذا الحوار يرى النور قبل أن نصل إلى موعد الاستفتاء، وإلا في صورة ما إذا تبادى رئيس الجمهورية في التمشي الأحادي سوف نتصدى للاستفتاء لإفشاله وللعودة إلى الديمقراطية التي أسست منذ 2014. هل يمكن أن تكون هناك ديمقراطية مع قيس سعيد؟ وأختم. يعني الديمقراطية هي ليس احترام الرأي الآخر فقط، وإنما هي تشريك الرأي الآخر، وهذا حاليا كما عشناه منذ 25 سبيليا صعب مع الرئيس سعيد، بما أنه لم يقم حتى بتشريك من يناصره من الأحزاب السياسية. شكرا جزيلا لك خليل الزاوية، رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، كنت معنا عبر سكايب من تونس.